عماد، انا انتهيت من التعبير وشوف كيف عبرت برشتك على علي عشماوي. وانا ايضا انتهيت. هو احنا هنا بنتكلم على فكرة ان هو لم يتحمل الضغوط اللي حصلت عليه في السجن، فبالتالي قدم رؤوس زملائه في التنظيم ببساطة شديدة جدا، زي ما بيقولوا كده بالبلد يعني من اول قلم. باعهم يعني؟ باعهم. يعني هي المسألة هنا مش عقيدة، المسألة هنا مصلحة. انا مصلحتي ان انا انجو حتى ولو على حساب رقاب زملائي. سلام عليك. شكراً.